السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وملتزمون بالحجر الصحي وكذا بالمواظبة على مراجعة الدروس واستغلاله فيما يفيد وتدارك النواقص لتطوير أنفسكم. إذا اليوم سنرى مكون الصرف والتحويل، مكون الصرف والتحويل ودرس جديد، ولا بد أن نتطرق إلى الدرس السابق كتذكير به ولنربط السابق باللاحق بطبيعة الحال وكالعادة. إذا آخر درس توقفنا عنده يا أعزائي هو الفعل الناقص. إذا الفعل الناقص كما تعلمون وكما رأينا هو ما كان آخره حرف علة. الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة. بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم، إذا ارتأيت أن أجعله لكم على شكل خطاطة ليسهل عليكم الدرس. إذا عنوان درسنا هو الفعل المجرد والمزيد. إذا ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد، ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. رأينا أقسام أخرى للفعل، منها الفعل الصحيح ومنها المعتل. إذا اليوم سنرى قسمين آخرين من أقسام الفعل وهما المجرد والمزيد. بالنسبة للفعل المجرد، هو ما خلت أحرفه الأصلية من أحرف الزيادة، مثال خرج كتب. كما تلاحظون على هذين الفعلين فهي أفعال ثلاثية، إذا خالية من أحرف زيادة، ليس بها أحرف زائدة. إذا هو ما خلت أحرفه الأصلية من أحرف الزيادة، إذا واضح بالنسبة للفعل المجرد. إذا سنمر إلى الفعل المزيد أو القسم الثاني من أقسام الفعل، هو الفعل ومزيد عن أحرفه الأصلية بحرف، الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف، مثال انطلق استكشف. انطلق استكشف. إذا لاحظتم معي الحروف التي بلون مغاير هي الهمزة والنون، وللحروف التي كتبت بالأزرق هي طلق وكشف. إذا أحرف الأصلية للفعل هي طاء واللام والقاف، إذا ثلاثة أحرف، والحروف الزائدة هي الهمزة والنون. بالنسبة للفعل الثاني استكشف، استكشف، إذا حروف أصلية للفعل كشف، كشف. أما بالنسبة لأحرف الزيادة أو الزائدة هي الهمزة والسين والتاء. إذا تجمع هذه الأحرف أو أحرف الزيادة في كلمة سألتمونيها، سألتمونيها زائد التضعيف، زائد التضعيف. إذا ملاحظة بالنسبة لأحرف الزيادة، بالنسبة لهذه الملاحظة وهي تشمل الفعل المضارع أو أحرف المضارعة، فهي لا تعتبر حروف زيادة، لا تعتبر حروف زيادة لكي لا يختلط عليكم الأمر أعزائي التلاميذ. إذن